إلى أي مدى ممكن أن نقول بأن المجتمع العلماني في تركيا تراجع في السنوات الأخيرة على حساب هذه الجماعات؟ لا شك بأن العلمانية هي مبدأ من الدستور ولا يزال موجودا على الورقة، وقد انتهك بشكل كبير جدا تحت حكم حزب العدالة والتنمية. الحكومة على سبيل المثال تستخدم وزارة الشؤون الدينية بشكل فعال لشن الحملات نيابة عن أجندتها السياسية. الحكومة تستخدم الموارد العامة التقرب والاستفادة من الجماعات الدينية، فالمنهاج التعليمي الحالي يعد برموز وأفكار دينية كبيرة وقوية، ولدينا حكومة أعضاؤها كلهم أصلهم من خلفية دينية أو إسلامية، ولهذا السبب يحاولون استخدام سلطة الدولة لتحويل المجتمع تحت ضوء الدين، ومثلا المسلمون السنة في هذه البلاد تفضلهم الحكومة بشكل إيجابي. فلا شك هذا انتهاك لمبدأ العلمانية للنظام السياسي التركي، وأعتقد بأن هذه مسألة مقلقة جدا. ولكن في الختام، النظام السياسي التركي إلى الآن بشكل عام علماني، وحتى النظام القانوني بشكل عام وكذلك البيروقراطية. تحدث عن النظام الاجتماعي أنا في هذه النقطة، لكن هل لتصاعد تأثير جماعة إسماعيل آغا تحديدا علاقة بالحملة التي شنت على جماعة فتح الله جولن بعد في ضوء محاولة الانقلاب اللي صارت عام 2016؟ أعتقد بأنها مرتبطة جزئيا، لأنه بعد عمليات القمع على أتباع جولن والذي كان لديهم حضور كبير في الجيش والقضاء البيروقراطية الروسية، الكثير من المسؤولين من أتباع جولن تم التخلص منهم، وذلك فبعد عملية التطهير الحزب بدأ يستبدل هذه المناصب بأعضاء من جماعات دينية مثلا جماعات إسماعيل آغا، وهنالك أيضا حديث عن جماعات دينية أخرى التي برزت في تركيا المعاصرة. فهي عملية مستمرة بدأت مع تولي الحزب الحالي للسلطة، ولكن بعد التطهير والتخلص من أتباع جولن فجماعات أخرى بدأت تبرز ضمن بيروقراطية الدولة، وما ناقشناه اليوم هو إحدى نتائج ذلك.